اهلا بيكم. مؤخرا بدأت تنتشر خدمات زي نتفليكس وشاهد ووتشت، كل دي عبارة عن بلاتفورمز او منصات بتدفع لها اشتراك شهري في مقابل انها بتديك اكسس لمكتبة من الافلام والمسلسلات اللي بتتجدد بشكل دوري. والبلاتفورمز دي ليها ابليكيشنز ممكن تعمل لها سيت اب على الموبايل او التابلت او التلفزيون، ومن خلالها تقدر تتفرج على المحتوى بتاعهم. لكن السؤال بقى، تعمل ايه لو عندك مكتبة من الافلام الخاصة بيك انت، او مكتبة من المالتي ميديا الخاصة بيك، سواء ملفات فيديو او صوت او صور؟ من المعتاد ان يبقى في فولدر في الكمبيوتر بتاعك او هارد ديسك اكسترنال انت موصله باليو اس بي بالكمبيوتر بتاعك مخصصه لملفات المالتي ميديا بتاعتك، لكن في الاغلب الهارد ديسك ده او الفولدر ده بيبقى متلخبط، ملوش اول من اخر، الملفات كلها على بعضها، ما انتش عارف فين القديم وفين الجديد، ومفيش نوع من النظام اللي بيحكمه. في بقى حل عصري جدا ومتطور جدا ممكن يحللك المشكلة دي، ينظم لك مكتبة المالتي ميديا بتاعتك بشكل احترافي وشكل جميل جدا. الحل ده اسمه سيرفر بليكس. ايه هو البليكس ده وايه المميزات اللي بيقدمها لي وبعمله سيت اب ازاي واستخدمه ازاي؟ دي الاسئلة اللي هنجاوب عليها النهاردة، فخليكم معانا عشان نقول كلام مهم. اهلا بيكم في سمارت تك بالعربي. ببساطة البليكس هو عبارة عن سيرفر بعمل له سيت اب على اي كمبيوتر عندي في البيت، سواء ويندوز او ماك او لينوكس، والسيرفر ده بينظم لي المالتي ميديا بتاعتي بشكل جميل واحترافي جدا وسهل الاستخدام. طب ايه هي المميزات اللي بيقدمها لي بليكس؟ اول ميزة ان هو بينظم لي مكتبة المالتي ميديا بتاعتي بشكل جميل واحترافي وسهل الاستخدام زي ما قلنا. بيحول لي الفولدر اللي انا شايل فيه المالتي ميديا من المنظر ده للمنظر ده. طبعا ما فيش فرق ولا مقارنة ما بين الاثنين. كل اللي بتعمله انك بتعمل سيت اب للسيرفر وبتشاور له على الفولدر اللي فيه المالتي ميديا، وهو بيعمل له سكان وينظمه، ولو لقى فيه مسلسلات او افلام او اغاني هو عارفها بيجيب لها الميتا داتا بتاعتها ويحطها عليها. ايه هي الميتا داتا دي؟ الميتا داتا المقصود بيها البوسترات بتاعت الافلام وتاريخ الصنع وملخص عن الفيلم والكاست بتاع الممثلين وكمان الريتنج بتاع الفيلم. فبالتالي لما بيعمل سكان على كل الملفات دي بينظم لك المكتبة بتاعتك بشكل جميل واحترافي وسهل التعامل معاه، بالظبط عامل زي البلاتفورم بتاعت نتفليكس او شاهد او واتش. تاني ميزة في بليكس ان هو بيديك اكسس لمكتبة المالتي ميديا بتاعتك على اي جهاز انت عامل عليه سيت اب للابليكيشن بتاع بليكس وداخل بالاكاونت بتاعك. ممكن تشغله من التلفزيون لو عندك سمارت تي في، او من على الموبايل، او من على التابلت. والكلام ده بيتم سواء انت متوصل بشبكة البيت الداخلية او اي حتة في العالم طالما داخل بالاكاونت بتاعك. تالت ميزة هي الاكسس شيرينج. انت ممكن تدي لحد من اهلك او قرايبك او اصحابك وصلة على الميديا بتاعتك دي بحيث ان هو يتفرج عليها من عنده في البيت، طالما هو عنده اكاونت على بليكس وعامل داونلود للابليكيشن. انت بتبعت له لينك على الاكاونت بتاعه بحيث ان هو يقدر يخش على المكتبة بتاعتك ويتفرج عليها، واللينك ده ممكن تتحكم فيه بحيث انك ما تدوش اكسس على كل المكتبة، ممكن تديله اكسس على فولدرز او ميديا معينة بس. رابع ميزة انك ممكن تستخدمه استخدامات بروفيشنال. يعني لو انت حد مثلا بيدي كورسات او عندك محتوى وحطه في ملفات ميديا، ممكن تحط الكونتنت او المحتوى ده على سيرفر البليكس بتاعك في البيت وتدي للطلبة بتوعك لينكات يعملوا بيها اكسس على المكتبة دي. وزي ما قلنا قبل كده ممكن تتحكم في اللينكات دي بحيث تدي ناس معينة اكسس على حتت معينة في المكتبة بتاعتك، مش يعملوا اكسس على كل حاجة، وممكن تطفيها وتشغلها في اي وقت انت عايزه. خامس ميزة كمان ودي تهمنا بشكل مخصوص في سمارت تك بالعربي، انك ممكن تعمل بالبليكس اوتوميشن في السمارت هوم بتاعك. مثال بسيط، ان انت ممكن لو جيت شغلت فيلم على بليكس ممكن تبرمج السمارت هوم انه يخفض الاضاءة في الاوضة اللي فيها التلفزيون بحيث مثلا يعمل جو زي جو السينما. طيب السؤال بقى اللي بعد كده، ازاي اعمل سيت اب للسيرفر بتاع بليكس ده؟ زي ما قلنا ممكن تعمله سيت اب على اي كمبيوتر عندك في البيت سواء ماك او ويندوز او لينكس. طريقة السيت اب ما بتفرقش ما بين كمبيوتر ماك او ويندوز، اللي بيفرق هو الراسبري باي، وده ان شاء الله هنشرحه في حلقة الجاية ان شاء الله. تعالوا بقى نتفرج ازاي نقدر نعمل له سيت اب على كمبيوتر ماك او ويندوز. اول حاجة هتعملها ان انت هتروح على جوجل وتكتب كلمة بليكس وتدخل على الويب سايت بتاع www.plex.tv،
وبعد كده لو انت ما عندكش اكاونت على بليكس هتعمل ساين اب وتعمل اكاونت. انا هنا عندي اكاونت فهعمل ساين ان على طول، هخش بالاكاونت بتاعي وبعد كده هنزل على الحتة بتاعت جيت بليكس، وبعد كده هختار الحتة بتاعت بليكس ميديا سيرفر، واختار الكمبيوتر بتاعي اللي انا عايز اعمل له سيت اب سواء ويندوز او ماك، وادوس داونلود. بعد ما الملف بتاع بليكس بينزل بدبل كليك عليه فبيفتح لي الشاشه الافتتاحيه اللي احنا شايفينها دي، وبعد كده بيعرض عليا ان انا ممكن اشترك بفلوس عشان يديني مميزات زياده مش محتاجين الكلام ده. بعد كده بيجي الاوبشن بتاع ان انا اسمي السيرفر بتاعي الاسم اللي انا عايزه، انا هنا هسميه بليكس اي ماك. وما تنساش تدوس على allow me to access my media outside my home عشان يبقى عندك اكسس بره البيت للمكتبه بتاعتك. بعد كده بيقترح عليا الفولدرز بتاعت الميديا، انا مش محتاج اللي هو مديهولي ده، انا هشاور له على الفولدرات اللي انا عايزها على الكمبيوتر بتاعي. عشان ازود ميديا فولدرز بتاعتي بدوس على اد لايبرري وبختار نوع المكتبه اللي انا هزودها. فانا هنا مثلا عايز ازود افلام، ممكن اغير الاسم بتاعها، فانا مثلا هنا هسميها انجلش موفيز، ادوس على نيكست واعمل براوز فور ميديا فولدرز واشوف الفولدر اللي انا عايز ازوده. وادوس على اد لايبرري، وبنفس الطريقه هعمل اد لايبرري ثانيه وهزود مثلا فولدر بتاع المزيكا. وبرضه بنفس الطريقه هزود الفولدر بتاع الصور. وفي الاخر خالص ادوس برضو اد لايبرري نيكست وبعد كده دن. كده هو عمل سكان للفولدرز دي. طبعا دي فولدرز انا مجهزها بس علشان اعمل لكم بيها ديمو. هنا زي ما احنا شايفين جاب لي الميتا داتا بتاعت الفيلم، سنه الصنع، فيلم روكي سنه الصنع، وملخص عن الفيلم والكاست بتاع الممثلين، وكمان معاه السب تايتلز او الترجمه العربي والانجليزي. زي ما شفنا انه بسهوله جدا ممكن اعمل سيت اب للسيرفر بتاع البليكس ده على اي كمبيوتر عندي في البيت، مجرد بس بشاور له على الفولدرز اللي فيها الميديا بتاعتي وهو بيتصرف معاها وبينظمها. طبعا ما ننساش ان البليكس عباره عن سيرفر، يعني طول ما الكمبيوتر شغال فالسيرفر شغال، لكن لو طفيت الكمبيوتر السيرفر هيقع. فانا في رايي الشخصي احسن استخدام البليكس ان انت ممكن تعمله سيت اب على كمبيوتر صغير ما بيستهلكش كهربا كتير، وممكن تسيبه شغال 24 ساعه زي الراسبيري باي، وزي ما قلنا ان ده اللي هنشرحه في الحلقه الجايه ان شاء الله. ودي كانت فكره سريعه عن بليكس وعن ايه المميزات اللي ممكن يقدمها لي في استخدام او تنظيم المكتبه بتاعه المالتي ميديا بتاعتي. لو عندكم اي اسئله واستفسارات سيبوها لي في الكومنتات تحت وهجاوبكم عليها واحد واحد ان شاء الله. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان توصلكم فيديوهاتنا الجديده، واشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله. شكرا.